Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. السلام ومرحبا بكم. اليوم جينا البنجمعة موتورز. علاش؟ خاطر هنا عنا اللي تيست درايف تاع الجام الالكتريك، والفيديو باش يكون بعنوان سامر الكتريك تيست درايف باي بنجمعة موتورز. وبيان سور عنا البرلين الاي 4، عنا الاس يو في الاي اكس 1، وعنا الاي اكس 3، وبيان سور عنا البيج دادي الاي اكس. دونك ان هذه اول مره تتفرج في الفيديو تاعنا، ما تنساش تعمل لنا ابوني وتخلينا رايك في كومونتير وجاي مع الفيديو. علاش؟ خاطر هنا باش نجربوا بلوزيور موديل، والالكتريك في تونس فريمون باش تكون حاجه توب مع بي ام دبليو. وتوا باش نبداو تيست درايف اول كهربه من عند بي ام. دونك هنا باش نحكيوا عليها الكل اون ديتاي. الكهربه من قدام ما تبدلتش برشا. الحاجه اللي لاحظوها شنو اللي هي الكالندر فيكم برشا. اول ما خرجت السيليكات في الترميك قالوا شو الكالندر الجديده تاع الكهربه هذه واش بها كبيره هكا، فمش كون عجبوش كون ما عجبوش. نلقاو هنا الكالندر بيسكو الكهربه اللي معنا الكتريك دونك مسكره، ما نسحقوش حتى بلاصه باش تدخل جوست من لوطه بركه باش يبردوا لي باتري كهو. وحاجه اخرى اللي ما يعرفش هذه اسمها كيدني جريل، عرفت شبه للكلوه حكايه. توا اجا نطلعوا فوق الكهربه ونشوفوها في الطريق كيفاش فريمون راح باش نكونوا واضحين. الكهربه مزيانه على الاخر خاصه بالشباك فريملس، كهربه سبور كيف ما هكايا ويجيك باب فريملس من فوق فما حتى شيء، فريمون توب دو توب. وتوا باش نحكيو على البي ام اي 4 تيست درايف، شراو الاكسبيريونس في الكهربه كيفاش فريمون باش تكون حاجه توب. خدموا الكهربه هنا، اول حاجه لاحظوها اللي هنا عنا بوتون ستارت اند ستوب زرقاء، وعنا لوجو بي ام هنا داير بالازرق. اشتراو برشا لابيل للازرق في الكهربه بيان سور باش يذكرك اللي الكهربه معنا الكتريك. ابار سا ما عندناش حتى شيء اخر نجمو نراو اللي الكهربه هذيا تفرق على البي ام سيريكات. دونك هنا زاد لاحظوا اللي فما ستيتشنج بالبلو موجودين من هنا، الكوير كاربون فايبر. بيان سور نحب نقول لكم اللي الكهرباء معنا باك ام، وعنا سيستم سونور هارمان كاردون، دونك كاليتي الصوت تكون حاجه امبيكابل. الكريسي سبور مرتاحين على الاخر فريمون، الكهرباء والبوزيسيون تاع الكوندويت تكون حاجه امبيكابل. وعنا بروجيكتور لهنا نراو فيه غاديك شاطينا كيلومتراج ديجا فينا في جي بي اس، نجم نراو الطريق كيفاش على جناب. لي روتروفيزور كبار، نمشيو تيست درايف نتاعنا ونزيدو نحكيو على البي ام. وبيان سور قبل ما نبداو السنتور اهم حاجه. توا نمشيو تيست درايف بي ام اي 4 100% الكتريك. ليتس جو. تسمعوا شيء؟ اول حاجه لاحظوها اللي انت ما تسمع شيء، حاجه لاحظتها في الكاميرا فريمون كاليتي نتاعها ريزولوسيون حاجه امبيكابل. تنجم تركي كاميرا غير تستحق تاخذ لي روتروفيزور بتاعك جمله فورج ماي اودي ار اس 3 في البلو ميمو مزيان على الاخر. مي بون هذاك باش يشي معنا باسكو احنا عندنا كهرباء الكتريك. هاي سونساسيون تاع الكهرباء، اي 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 واو واو. جوج باش نكونوا واضحين، الكهرباء هنا بروبولسيون دونك تمشي بالاجيل التلانين، يوزو في تاكسيليري اوبا تلقى الاكسيليراسيون. يعني ذا اللي عنده ار اس 3 لهنا في جنبنا ما يعمل حتى شيء، تعرف كان تو ينزل معاه شويه تو ما عادش ينجم ما يخلطش. فريمون الكهرباء تعفونا على الاخر. واجي اعمل السنتور تاعك، اي 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 عنده حتى شوف كهرباء بارتو بارتو، شوف في تاكسيليري كهرباء تلقاها الكل بارتو، سوسبونسيون تاع فونا على الاخر. اي 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 مش نورمال. اجا نجربوا ندخل الرومبوا مره اخرى. يس واو سونساسيون صوت، تركز في الصوت اللي تسمع فيه، والكهرباء تاكسيليري ما فيهاش صوت فريمون توب على الاخر. هذايا مود سبورت، توا باش نرجعو نمشيو مود كونفور. راهو الكهرباء كيفاش في المود كونفور. أول حاجة حتى في المود كونفور لاحظوا هنا تتبدل التام، زاد الصوت يتبدل،
حتى في الاكسيليراسيون شنو يولي يصير. تلاحظ انت حتى كي تاكسيليري الكهرباء تولي تاخذ وقتها في الاكسيليراسيون تاعو. تفرج جاب جنب لما تولي جوست هادي مود كونفور، مي الكهرباء اكسيليراسيون ما تخممش، ما فماش هكا رابور في الكهرباء فيها رابور واحد. دونك هنا كي نحكيو على الموتور نلقاو عندنا 350 شوفو ورابور واحد. دونك انت دوما تلصقيك على الاكسيليراتور الكهرباء باش تمشي معاك. يعني حتى كي ندخل تو الرومبوان هكا لازم يمشي بشوية ما خليناش، سينو راه تدخل الرومبوان الكهرباء ستابل على الاخر. نحطو المود سبورت دقيقة شوف. ودي رستروا فريمون سي توب. بعد الروب بعد الدودان ها، اما الدودان بعد الدودان ونكسيلير اوكي. دقيقة نشوف الدودان، ما عنديش صوت انا ديزولي. دقيقة شوفوا الميغان تبعد ونكذب على توا. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين. اي 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 ودي ميم سي شوفي تاكسيليري بالصوت تاعها مش نورمال. ودي احنا في البي ام تاع ركزوا كان على البي ام اي فريمون الكهرباء عفونا على الاخر. اي 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 شفت علاش الميكانيك ما احلاها؟ لو احنا عندنا زوز كهرباء. اي اي الحاجه بيها في الكهرباء اللي هي تشدك، عرفتك تاكسيليري تلقى لك روحك مشدود في الكرسي. دخل ودي خلي تعدى نزيدو نكسيلاريو. هو باش يفوت احنا تو مود سبور فرش. ومهما يكون السونساسيون تاع الكهرباء مضخمه على الاخر، عرفتك اللي واو واو واو. احسن حاجه في الالكتريك انا بعد ما شفت سوق التسلا، دونك انت نجم تمشي تشوف في السيم تاعنا للتسلا فريمون غاديك الاكسيليراسيون تحفونا، عرفتك اللي تحس انت قاعد تكسيليري هكا اوبا الكهرباء الكل تمشي معاك. اي 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 فريمون مضخمه مضخمه. اتمنى لودي شيخ اوكي نكسيليري مع اسمع الصوت تاع لودي. واحنا كول، احنا لي جون بيان نمشيو بالكول كالما فما حتى شيء. تفرش ستابل على الاخر جونا مريقل فريمون مود سبور والكهرباء تسمع. اي 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 مش نورمال الكهرباء شطالك. باش نمشيو من هنا نشيو شويه سيركيلاسيون بعديكا نرجع. دونك باغ اكزومبل رون بوان كهرباء بروبولسيون، دونك هنا التراكشن كنترول موجود خاطر مش لازم نحنا نسكرو. هاي توا ندخلو سيركيلاسيون كهرباء، نحكيو توا كوتي كونفور. هنا في سيركيلاسيون برانسيب باش نحطو مود كونفور، عنا كونفور تفرج الكونفيغوراسيون كيفاش تتبدل. زادا فما ايكو برو هكايا تولي ايكونومي. هنا زادا كي نحيو ساقين على الاكسيليراتور الكهرباء باش تنقص الفيتاس نتاعها. علاش؟ باش تنجم ترجع لينيرجي من لي فريناج الى الباتريات اوكي كان نربحو اكثر تو اوتونومي في الباتري. سينو اذا في تحب تاكسيليري اما امي مود سبور واو. اول حاجه لاحظك تحط مود سبور شنو هو اللي الكهرباء صوتها يتبدل، صوتها تبدل اكسيليراسيون تتبدل ديريكسيون تتبدل. انت اوكي اكسيليري واو اذا في تحط ساقيك على الاكسيليراتور تلقاه فما حتى بروبليم. فريناج زاد 90 تحط فران فريناج حاجه توب على الاخر. طبعا انا مخي يقول يدخل ما بيناتهم زوز هكايا مي كهرباء ماهيش تاعي. دونك سايب علينا انا رادار نجم نحط الكروز بتاعنا بيان سيغ لهنا كيا سي بون سي بون تمشي في الكروز امورها مريكلة. طبعا نخرج في الفيراج نحن انا شان يوتيوب كارزو لا يسرع عليها لينكدين انا ديما وي فرش كيفاش بس او يا اص 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 واو هذه البي ام فريمون لاكسيغاسيون حاجه توب. الالكتريك محليه صحيح كان فما الصوت معنا غاديك في الريستروا اما الالكتريك زاد عنده لي زافونتاج نتاعو الريستروا صحيحه وي تجري تجبد فريمون مزيانه الكهرباء ركبه فيها سبور. شفت علاش تركح تركح هاي الزفي عرفتك اللي هي انت تنزل وهي تشد روحها تشد روحها وحديك. Thank you.
الكهرباء استابل على الاخر استابل على الاخر. تو كان نحن نمشي 120 من با تحس الكهرباء تمشي 120 ديريكسيون. حاجة بي البروجيكتور غاديك يعطيك بالضبط قديش الكهرباء تمشي من غير لسحق تغزل الكونتور اللي موجودين قدامك من هنا. تقعد ديما كونسنتري مع الكيس. وي بيان سور، هيك أهم حاجة. احكي لي هنا تو. وتوا كملنا مع الإي 4 باش نمشيو نجربوا لي اس يو في. أما حاجة عجبتني شو باش نوريهالكم تو كيفاش نرجع مع الشرير تفرج. إنك أنت ما تستحقش. ما تسحقش جملة لينك تخزر الغوتر فيزور تفرج كيفاش موجودة هكايا. تواش رجع الكهرباء تفرج الكاميرا فريما مزيانة على الاخر. شقاكم الوليد في الـ E4 ساعة قلبي باش نمشي نركب واحد اخر انا. وتوا نشوفوا SUV اخر ولا عند البي ام فريما هذه كانت حاجة تحفونا على الاخر. جيسبيغ كو عجبكم الفيديو. نمشيو للي بعد. الوغ تو IX 100% إلكتريك باك إم. أول حاجة لاحظوا اللي هي باك إم اللي هنا عنا ستيتشنج في السنتور باللي كولور تاع الإم، وهنا زاد عنا في الفولون إم بوتون لهنا شنو اللي هي زرقة بوتون ستارت عن صورة زرقة باش قولك اللي كهرباء إلكتريك. أبار سا ما نشوفش نلقاو حتى شيء لهنا، فما ستيتشنج بالبلو جست لهنا في لاكودواغ موجود من هنا ستيتشنج بالبلو، بقية نورمال. سيليكتور دي فيتيس نتاعنا ها وين موجود كالعادة بي، ونكسيلاريو كهرباء ما تسمع حتى شيء كي تخرج. بزمو لهنا قبيلي كنا في الاي 4 توا اي اكس 3 لهنا اش نلقاو اللي الكهرباء هذه مش كي الموديل الاخرى كانت بزمو كهرباء سبورتيف، هذه كهرباء نتاع عائله دونك. اما هنا عنا باك ام باش تعرف انت حتى كان هذه كهرباء نتاع عائله تقعد بالباك ام باش تلقى لي اكسسوار كل تاع ام. اول حاجه لاحظوا حتى بالاكسيليراسيون ها من با نزلت لقيت روحي نمشي في 90 تسمع حتى شيء. توا نمشي في الايكو برو. شنو هو الايكو برو؟ الايكو برو يتمثل في انه شفت اس في ان هسه قايه على الاكسيليراتور الكهرباء باش تفريني وحدها. باش تقول علاش انت تفريني وحدها الكهرباء هذيك باش تعمل ريجينيراسيون للانرجي من لي فريناج وترجعوا للي باتري سو فورم تاع اوتونومي باش انت تنجم تاكيك الباتري تقعد تمطول معك اكثر. هذايا بلوز ما باش نربحوا اكثر اوتونومي في لي سيركيلاسيون من الفريناج من الباتيناج ان جينيرال. باهي توا نجمو نبدلو المود دو كوندويت. لهنا عندنا بوتونات سامبل على الاخر دونك مود سبور يسوفي تكليك على مود سبور تتعدى ديريكتومون. فماش هكا المنيو باش تحط مود سبور عندك راكورسي موجودين اللوطا. توا باش نحطو سبور. اوبلا سبور. اول حاجه تلاحظها شنو الصوت تبدل هنا لي كونتور ولاو يشعلوا بالاحمر والرا 114 غادي نمشي فيها. وحتى الفولون اول حاجه تلاحظها اللي انت اول ما تكسيليري اللي الفولون يولي سبور دور عرفتك تحس بأقل دورة يدور معك. وبيان سور أنا كيبن لين تو أنا خرجت من الطريق شنو صار اللي هي عطتني فيبراسيون عرفتك اللي أنا خرجت كاين جور ماري فيكم في الفولون كيفاش يا أخي قالت لي رد بالك راك عطت فيبراسيون. إلزوفين عادوا نكسيليريو تو كهرباء كبيرة مي بون الأكسيليراسيون صافا على الآخر. والصوت صوت ركزوا معايا في الصوت اللي أنت كي تكسيليري تو شنو نحيو باغ إكزومبل نحطوها مود كونفور يقعد صوت اما اقل ديغري. مود ايكو يتنحى كومبليتمون. مود ايكو تقول انت ماكش قاعد تعمل في حتى شيء. توا نرجعو تسمع في حتى شيء. يلزفي نحطو سبور كهربا تشدك في بلاستيك تسمع صوتي فريمون مزيانة على الاخر. هذيك الحاجة اللي في الالكتريك شنو اللي صوت يتبدل تقول لي كأنك في سفينه فضائيه بلوز موا كل شيء ما فما شيء اللي صوت يخرج من لي زوبارلور اللي بيان سور هما يجون هارمون كاردون. هنا جوست كونفور ركزوا على الكونفور بوركوا با عندنا اكسيليراسيون كيف ما هكا هوب اذا في تاكسيليري ما يقلقش. تفرجوا احنا توا في ال 50 شنو نحط مود سبور هذايا 50 شنو نحط ساقي على الاكسيليراتور كهرباء سي بون فلاي 90 100 112 من با 130 ديستانس قدك 130 باش راه انت الالكتريك كيفاش. فما بيكم برشا ما يحبش الالكتريك يقول لك ما يساعدنيش على الالكتريك خاطر نحب الصوت ونحب الالكتريك هو الجو تفرج ديريكت تاكسيليري طلقه فما حتى بروبليم فما حتى مشكله زيرو لاج فماش رابور لهنا
دونك وين بتحط ساقيك باش تاخذ كهرباء تجاوب معك. نبعدوا على الزملاء. نعاودوا نوريكم اكسيليراسيون خاطر القوة الكل في الاكسيليراسيون في الفواتير الكتريك. تاكسي قدامنا اكسيليري ووبلا استعمل الكهرباء. اي 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 مش نورمال، ما عندي ما نقول كان مش نورمال الكتريك كراب كيش تطوروا. تاكسيليري اوبلا اكسيليري يس. البلون محليه عرفت بلون البي ام دبليو. ندخلوا معنا التول هنا رجعنا. الريفرس نتاعنا كلاد الكاميرا ويت ريزوليوسيون حاجه امبيكابل. جانتي حاجه لاحظتها اللي تنجم تراكي الكهرباء من غير تسحق تغزل لي روتو فيزيو جوست ملي كاميرا لهنا بالضبط تعطيك الكهرباء. عرفتك البيرد فيو من فوق تجيبها مسنترا امور باركينغ وكرونو معاش تخاف جمله سي بون بي. وتوا نمشيو للموديل اللي بعد. توا في اصغر اس يو في بي ام اي اكس 1. دونك هنا في اي جام عند بي ام في لي اس يو في تلقاها اكس 3 تولي اي اكس 3 X1 شتولي AX1. دونك تزيد تا الإي باش يقول لك الكهرباء هذيا إلكتريك. أول حاجة لاحظوها هنا عندنا بيانو بلاك في الكهرباء. أما أنا عجبني بصراحة الفولون، هذايا الفولون مزيان على الآخر. هذايا توا جربت زوز موديلات، هذايا الموديل الثالث، هذايا أزي الفولون. شكون واضحين؟ بي إم دبليو في هذايا لازم يولي في الموديل الآخرين زادا. عندك من هنا ملتي ميديا، هنا كروز كنترول، وبيان سور تفرجوا فاست هذيك كيفاش معمولة من هنا. مفهمة خدمة عادي تايو. عندنا إم. بيان سور نعملو السنتور نتاعنا. السنتور ما جات فيها ستيتشنج كيف في الاكس في الاي اكس 3. الاي اكس 3 جات فيها ستيتشنج بالبان تاع ام، هنا لا ستيتشنج في الميني هذيا اكودواغ اللي تتحل كاي باش تحط فيها صرف. معلش جبتني اللي هي تحسها فلوتون عرفتك طايره مش مربوطه بحتى شيء. كات كيان تو موجودين من هنا هذيا باش تزيد فيها في الفوليوم ناقص. والسيليكتور دو فيتيس تاعك موجود من هنا اوتو هولد وماي مود. هنا على عكس الموديلات الاخرين يحطوا لك الراكورسي لهنا للمود كونتويت، انا جيت حاطينهم لك ماي مود وباش تختارهم من ليكرون كيف ما تنجم تبدل لي كولور. وتوا اجا نمشيو نجربوها سور روت. وتوا باش تطلعوا في البيك دادي بي ام دبليو في اي اكس. هذا اكبر اس يو في في الجام الكتريك عند بي ام. تفرجوا اول حاجه لاحظوها البوال الموجود هنا فريمون مزيان على الاخر. سيليكتور دو فيتيس هذا كريستال باي ذا واي. حطوا الديم تاعنا ناكسيليري. اول حاجه لاحظوها كالعاده كي اي موديلات بي ام جربناهم في الفيديو هذا الكل بيان سور ما نسمعوا حتى شيء. وعندنا بروجيكتور ديجا كدور كيزيد يدور معاك باش يعطيك منين دور. اهم حاجه الفولون، فولون فريمون مزيان على الاخر يجي على الشيف تاع عظم عرفت ملوطة فلات يعطيك سونساسيون تاع كهرباء سبور اكثر منها الكتريك. نحنا توا مود سبور ونطلع. واو صديقة نركي الكرسي شوية البوزيسيون تاعو باش يكون باهية. هذيا اعمل سنتور كالعادة وجهي تاعك. أول حاجة لاحظوها في الكهرباء شنو هو اللي هنا عندنا إكرون كيرف. تفرج كيفاش داير الكل. شفت أنت برك هنا تفرج البارتي نتاع الكليماتيزاسيون تبارك الله. حاجة أخرى لاحظتها شفت أنا خرجت شوية على الخط صارت لي فيبراسيون في الفولون. أنا باش نقول لك راك خرجت على الفوا نتاعك. دونك توا باش نجربو الاكسيليراسيون فاتور الكتريك. القوة نتاعها الكل الاكسيليراسيون. الاس يو في هذايا هو اكبر اس يو في دونك هنا باش نلقاو اكسيليراسيون طافونا على الاخر. اي 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 فريمون الكهرباء بحكم تراها من كبرها تحسها كبيرة مي بون كي تاكسيليري واو جوست تلقى تجاوب معاك فاسون انكرويابل. جيو توا نحطو المود دو كوندويت. حطو ديجا هو عندنا سبور ونكسيليريو سون بروبليم. عندنا 130 مي بون فما فرق
ما بينها هي وال الاي 4 الاي 4 بيسكو زاد البوا يفرق تحس الاكسيليراسيون تاع الاخرى اسرع. نريدو نجربو نكسيليري بها مرة اخرى تو فليني تهز الكرة الكنبة الفولون الفولون كي تشدو اكيد انا تحس روحك تلعب في الوي ماكش قاعد تسوق في كهرباء الاكسيليراسيون مش نورمال حتى الفريناج الفريناج زاد سون بروبليم سسبنسيون زاد باهي سيستم سونور معنا في الكهرباء هارمون كاردن اول حاجه لاحظوها شنو هو تابلو دبور فاسون تاع تابلو دبور مخدوم على الاخر ديجاش نعملوا اي سي كامل للبي ام اي اكس نحكيوا على الانتيريور والاكستيريور جوست احنا توا تيست درايف بيسكو بي ام تونيزيا عامله سامر تيست درايف جينا باش نجربوا الجام الكل تاع بي ام لهنا فريمون تابلو دبور والفينيسيون تاع الاي اكس فريمون حاجه توب على الاخر تفرق برشا على الموديل تاع بي ام الاخرين باغ اكزومبل احنا جربنا الاي 4 وجربنا لا اكس 1 دونك هذيك بلوز موان بي ام غاديك خذيت التابلو دو بورد تاع الفيرسيون التيرميك نتاعها الكل جو شويه موديفيكاسيون في السوفتوير باش عطاتو ديزاين تاع الكتريك تو وعن ستيتشينغ بالبلو لهنا لهنا الكهرباء الكل عاملين لها ديزاين من الاول وجديد فرج كهرباء فريمون تحفونا على الاخر عرفتك اللي تاكسي ليري مش نورمال الكتريك فريمون وحده هنا ما لاحظتش حاجه الصوت ما فماش بس فما حتى الصوت حتى الايزولاسيون في الكهرباء اون فان كنت احنا قاعدين في بي ام دبليو في دونك هذه اول مره تتفرج في الفيديو نتاعنا ما تنساش تعمل لنا ابوني وتخلينا رايك في كومونتير وجاي مع الفيديو